صاروخني اجبون لها كمان صاروخ لا صلوت ها روح السهد الديان كلهم تا تفاقوت الجماعة التن كلهم أطرواتا أتاخ دايمو تبخح حبا وخلبا مخداري شمت باب وبرونو وروح تقود شو خالامي آون شمية نتقداش ما اختيتي ملكو تاخ نيوي صويانا خيك الناد شمية وبرعا هولا اللحمة سنقان اليومانا وشوق لان حوبين وحطاين هيك الناد أحنان شواق الحياوي لا تعلم نسيونا إلا بصم من بيشة مطول دي لاخي ملكوتا حيلو تشبح تلالة الميناني شلام الليخ مريا مليا طيبو ثمارا الميخ بريخات بإنشي وما لأخو غيرة خرسيخ يشو ما طمريا ميمد هذا مصلح لابا عطاين هاشي وشاعد موتنا من شو حلاو الوراود راح أطبط شيء من عالم ودم من عالم من وامي كما تكودن شمانوخن شد لي دمني قال لك بشينا تيلوخن صيخي وخبيوخن تيتوخن وهم جماعتك كلهم شينا تيلوخن قسيمة رابا أبونا شينا تيلوخن كلهم صيخي وخرابا بيوخن دياسة تيلوخن شريك لهم بدي اتفقت ديا نسبة اد هيئة اد بني عمان ديلا تيتا من أطرا اتفاقة جو يوروب بد شلطانة شلطانة بريشة بقبل بريشة ملتة ديا ديلا اخدارة جو يوروب بريشة تيلا ألمانيا هولندا و دنمارك و باريس فرنسا و دار السويد من هذا قد منا لاله قم من دي اديل الرابي خالص قيومة يعني ملت وكي جو بارلمنت اد العراق قيومة دين سوريا رابي سالم اديل الرشيد موتو عمايا يعني مجلس اد كلدانيل سورياني و اشوري رابي جونسون دي لاوشي هدامت اد صيتا اد موتو عمايا رابي مالك شمس الدين أوشي عيني دانا ديل قوصيتا أد مجلس موت عمايا اتوالا انتري خوران خينا عن خشة المارسيليا اتوالا شولان خين تفقير ناش ديتاما من هذا خلاهي بيواصلوا لنا بنياتا خوران انت ملاصة تيري لخا وصبر بداري دانا كريتا والبتا ليبا من ديان مقبايخوا مقريخ ولاله متفقاته بالسلطان فرنسا متفقاته خين بارلمانتر مديان خينه تهانا كريتا وينقل قامتها أديلا داهية تدخى بيتايا من موتو عمايا فرنسا بشقيلة العالم بالخونة أديلا بيادة جو أطرا شغلاب أديلا برايا جو أطرا تفقى أديلا برايا من هذا فرصتة لأن قم يعنى دانا العالبانا كريوتا الدبران شوتا بوتا ديان البتا ترى من نولخا خمنا ليتي النورمالياتي وجميشي بس كيريو تبعنا النعمان وبارو رعدا اشترى خبران مخكي وبشقى دار خيدا رابي خالص بس سيما عيسى قام كل من دي يونوخن شلامة وحباتي كل اخم شاناتي لخن هم ارخم يقري اتلن خادو تبياهن ويقارا بياهن اخنان ديوخ بخايق وقالوتا اتلن ناتا وانا الاطرة چنك أطرى يما أتلن هيفي أتشلامة وبسيمو توابيو هم دي أخرى حكم تاما بس خوشاوا ولبا أتلن يسورة بأطرى وإكد بسمة تاما يتيالن بسمتا إكد هاو يجنجارة البنينوم تدياني هم أخنا نمارالا عندي أخرى حكشي هر قريو أخلاني تاما أطرى نيلي أطرى يما أخواتا تاما قوراتا تاما إيتاتا تاما لشانا إيتوتا كل من دي ديان تامالي أخنا نديوك بخايف فرنسا وترواتا خينشي اتلن هيفي خيومة انها هي برايا مش خايف جو شلامة وجو حبة بأترواتا ولا أخنا بس يا للدياني شي هاويلة يا صورة وحبة مخباباتا ولا طالعني هم أخنا وظيفة لألاني أحبة امتناتا وأحبة دو أترا وأي مردوتا الدين هاي بالمخوخ لها هم جو قالوتا هم جو أترا سيرة بخدادي هي فيديان إيالا وبالخانة دي شيء أدخشت بشتبوات الدين ديني جو قالوتا هم إتلا خسامت بالخانة منها نأديلا سب المخايت إيتوتا يعني مردوت الدياني ولشانة يما تضلم معيت أخنا خا أطيروتا للألاني إن منوية جنها الدياني إلي إن يالا نواجن هاي باني مخواتا أطيروتا هاو يبيداهن آيا هم أخنا نبصيخوتا لألاني إتلن خادوتا إتلن إيقارة بتاتوخن لخاني بريشة
اتفاقياتي هاويلا مد ناشدياته من أطرى يما احنا كل دان بصيخة يوخ ايه اخا بليجي يوخ بيوما بالخانة وبدردو حال جاناني بس خسامت جانا هر تامو بأطرى بجانوي خادو تن آية لأخنوتن تمثيل أدخا أدي حب دتلم بيدو أم بيدي أمتا بيدا بني أمتا الديل بخايا تاملا وإيقار أتلان تاتوخن هاوتن بسيمة وقام خزمة توخن يوخ أخاني نهاية بن أودو خمدي ريشوتا أتيا مناني أخنا هارور قام خزمة بني أمتا ديانا يوخ أبو ناتهم بيات ما رقم فيتا راد مسخن خاطر شفت لا شغل رابي نعمان يعني قبل كل من جيت لنا خاب إيقارة وخادوت إلى داو الخام بني عمان يولا يا أخا بيناتن من أصغر يولي كتير راما بشينا تيلك بيناتن وهم إيو خسنيق أجو قد شمو ما إلى تخمنش الديوخن أختم داما دخل دروم أو أوضاع العراق دي دخل بالخاشة أكتو مطية كل من يدي البرايا خاصة دا هم زبطة دي البرايا شلطانة وتايا ومحافظة على بودي خالد باكمانتا تبنى عمّا قد شمخ أخنا إجي وما يتر وما أيضا أخنا القدم قدمه وسندو خطنا هاي كل ابن عمّا ندي له بأسرار يوخ أخا فن يوخ بودر بس هار كل تخمنته كل خطر الأسرة دي وهر أفراش هاي أسرة دي لا قرأت خاصة لا شوق أخذ آزم منها بس لازم أخذ نجي بدي بس شوق أخذ بني عمان هاي بماطي الحقواتيه الزلقة دي أدي لها بأسرة وإحنا نجي يوخ أخاني كد يوخ سنداني ويوخ حاضر كد يمن تسرقوثن يوخ أخنا الخشتوخن بس لقيم إن جدها وخا حبه وكله بقلقه خائزة قد شرقه زلقة دي قد شرقه زلقة دي وحقواته دي وأكيد يعني أخنا كلنا خاني كد يوخ بلاخة قبني عمان بس كله هو أو في الخارج كلك ها كله خائدة وخالبة وشينا تيرا وخن وثقنا خن وكذا بس إمارات رابي خالص بقى أبونا ميقرأ خنواتا رابي نعمان رابي رعد رابي يسو كل إخو ميقرأ بالتأكيد يعني بصخوتا لكم قدريتو لا وليبناشا مقاديرا الآذي اتفقتا بني عمان آخا باريس يعني لكم صور أخوة ولثوة مخيلتا أنه تقش أخوة كل آني ناشي بريخي بعد فترة زورتا يعني وبلا تحذير شاخ ودلا موعد حقيقة لا توامخ موعد يعني بس أخني ثيلا المؤتمر برلين يا خوتشيد المؤتمر برلين يعني المؤتمر برلين هو برعاية مجلس شعبي صح ومشاركة خمسة مؤسسات من ألمانيا بس كم خازخ له فرصة تتزيرخ بني عمان في أوروبا يعني ما قد هيوالا فرصة الوقت ديوخ إثي وهر هذا اختت هيوخ ما إلي حصيلة بأطرة إيه كم طيلا من قبل وضع سوراي تامة دخيلة أنهي ما أبدأ ذي رغدالا دا سوراي دينا بأطرة ما كطلبي منن أخني وبنفس الوقت وذلن فقياتها من خايك مهدام من برلمانات أوروبا ووزراء خارجية أيضا وضخ حشد قضية سوراي إن كان بالبوليتيقايا أو بالموضوع الاقتصادي موضوع دعم سوراي تامة بأطرة الدخ كذيتو سوراي العراق يوم معرضين يوم عرض الاستهدافات رابع خلال أي فترة دفتلة من تريال بوطلا والدها بشكل يعني محدد بس آني شن خراي
بشكل مباشر واستهداف استهداف دروخة دا كشمة قطالة خطافة وبلاطم هجورة هجرة من دي بسيط زورة خمثلة بس أنه ناشد سرايد عراقية ومليون وبلقى تريل بوطلا فيش مليون تقريبا تريل مليون مليون وتريل ام بان حدود بس هدية لك بلطي أربعة ام خمسة ام ناشي يعني الإيلم اشتم أمة بآني أربما ألف أربما ألف أل خمسة ام ألف أنا مشي حاي دبش لي فهذا مندي خطيري لي مندي مهدد وجود سوراي وسوري توثا جو أطرا ومباثر مثل زورا أنه باثر مذبحة إيتة سيدة النجاة تحصل لبغداد نزل خمشي سهذة والإيل مشوئي جرحة قسم من داني جريحة إناء آخر فرنسا مستشفيات فرنسا ولدها بريل هجرة ربثة يعني خرقم يا وناي بس بأي فترة زرتها تري ألف وأمة وطمانة وشت عوائل طلطة من بغداد ومن موصل بس السهل نينوى ليش تدنوي هو الإقليمة كردستان بس لاني تتم دكواتا كل هذا رقم رابع عدا من دبلطة البراي خارج الأطرة واستهدافات هلدها كنا مستمرة وموجودة هنا من هذا انك فيشي اني استهدافات ولخازخ حل لهذا موضوع خاك ما شلنا خلنا لقامة لبش بايش لان اسرائيل في سري الف وخلص لسوريا توثم أطرة وهذا خميندي خطير جدا خطير لينا وخطير البلد العراق من هذا دائما كمرخ قم اني ام قم هذا تاريخ اثوى اختلافات بين قبديين أطرة اثوى اختلافات المنديانة سياسية بوليتيقاي بس اي ضربت او مخيثت ايتت سيدة النجاة دخ كمري مخيثة ادلاك قطلالو قد مقويالو وهذا خحصل له وهذا خبري لي احزاب ديا اجمعها ووثخها اتفاق ضد اوذي خويادة مقري خائكما توصيات ومقررات قدمي بجوهدة حكومة تخكمة ضد مساعدي أكلويد أي هجرة وواضخ أمن دناشديا دسوراي نفس الوقت محقي جزء من حقوق زدق سوراي بأرقة كديتو أرأني لآي مشوال بشن أرأة سوراي لكبار دمخالق لا من 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 ناشدية أني خمسة سر قب تري سر منها هنا داخل العراق قواي بعراق وثلاثة منها خارج الأطرة متفق الخائك ما اتفاقات وممطيها آن اتفاقات ريشان اقليم كردستان وان مذكرات خنة بتيشي ممطية دا ريشان العراق رئيس جمهورية ريشان العراق ورئيس الوزراء ورئيس برلمان طبعا اني اي مذكره الى موقعتها من كل احزاب قب سوراي وهذا خمندي من بسخانه و يعني انا قشيلي هذه بسخوثه بيني وتم ملتقي لمخك مناشي قاعد يذئ
بريلا هذا خجمعته وهذا خ اتفاق وهذا خويا هذا لخائك ما اتفاقات خمندي مبصخاني لدا ناشي ديدن آي مندق نطرخوا وأكيد نطريتوا والمزونة دها إيبن دمرخ بدم حقق ماد بأخ هذا خويا هذا محقق لن ماد بأخ شنيقي يا أخوة المخ هذا خويا هذا بين قبديان ومؤسسات هذه مذكرات فيشي ممطي إن قاعين ألاها إن باطر ماد الدأرخ أني مذكرات كمري مطالب دت حقيقة أربع مطالب رئيسية إيثي مطلب قمايا أهل وادة أو استحداث محافظة خدتا مناطق مسهل من دشت نينوى يعني مو كل دشت نينوى مناطق من دشت نينوى دشعبا كالدا سوريا آشورايا ومشاركة بقية مكونات مكونات ديوة أصلا موجودة يعني بأني مناطق مخ شبك ومخ أيزيدية ديوة أيضا مهمشين يعني سابقا مخ دغديوة ني عمان هذه نقطة هذه محافظة آهي بتهيوالا أمن وسلام لناشديا نفس الوقت بتهايبا تشقلخ واردات دينا مخصصة دا محافظات موجب ناشي عدد الناشي منيان الناشي دينا موجودة بمحافظات وبدا موزعخ أو بدوضخ مشاريع بأي محافظة بخا عدل بشتم مادي لدها بالتأكيد هذا موضوع مخالص لن من البطالة دي لموجودة تلن الفايد ناشي وتخرجين كل بطالة وهذا سبب رئيسي لدك آوذ هجرة وبلاطم أثرة لأن بلاطم أثرة تلتري أسباب رئيسية سبب قماية أهو لأمن سبب دتري أهو لاقتصاد يعني كونم مشكلة أمن إلى مشكلة مدن رابد عراق يعني بغداد موصل كركوك يعني مشكلة بلاطة من بسبب الأمن لكن بمناطق دي مناطق دشت النينوى ومناطق إقليم كردستان الأمن قصة مستتبي لي يعني بيشتولي فالسبب الرئيسي ده بلاطة تامة أهو لبطالة ليث شولة ليث مشاريع من هذا موضوع شائد محافظة وهذا محافظة خذتها بأني مناطق ديا تاو أكيد مجلس محافظة بهو موجود كل من ناشديا ناشد أني مكونات خني بتهاوي بش عادلين بتوزيع ثروات وبتعيين الناشي وبقضايا البطالة وبواذا استثمارات وأثوي استثمارات أموال ناشديا دينا بخارج أكيد تلن ناشي بخارج مليارديري مليونيري ابدأت أوذي استثمارات داخل أي منطقة مصانع معامل نشاطات تجارية ما بلخي زوزيهن آخا قو أي دشت دنوي هذا يعني بهايبا أخني كناشي مستفيدخ بتهايب بأنهي يعني ناشي دين البراي مستفيدي أيضا شغلي زوزي دته قو أني مناطق وبنفس الوقت تايبا دد مدقرخ ناشي دين بليط من أثرة خاصة دين بأني أثروات قريبة يعني سوريا تركيا أردن لبنان دلينا بليطة بعد الأوروبا أخني طموح دين ند مدقرخ حتى أني ناشي دين بليطة الأوروبا بس إن يمن دتخازي دت دقري تاوي بعز يعني لا دقري قوة لا قباخ ناشد دار بقوة أخني أو إن لا بخيلة إن لا قدار آون كقشمة أو عائلتح بالدائرة كفكر كزوزة كاستثمارات وهذا بتهيبا مستفيدخ منه
البراي والقواي أطرة. فأي محافظة خا من توصيات أي أي خوي هذا الدتري اللي اتلن جو ناموسة كردستان مسودد ناموس كردستان تلن مادة 53 آهي كهوة دا سراي بمنطقة إقليم كردستان حكم ذاتي حكم ذاتي أوتونومي. ف يخ بطلابة تفعيل هذه مادة بيشة مبلغتة هذه مادة مباطر ما تحصل استفتاء إلا الدستور يعني دستور كل مصادق إلا حدها كنا موفق إلا برلمان تقليم كردستان بس عايز له احتمال فترة أثية بخك ما يرخد آثي بتحصل استفتاء ريفراندم أي دستور كلي ككل يعني مو هذه مادة وأي مادة لا ككل إيمان تحصل هذا ريفراندم إيقها بتحصل تفعيل إنك عينا لها دا هذه مادة 35 وبد بتهايب منعمي ناشديا بقليم كردستان بحكم ذاتي أي تري يطلع إتلن توصيات وقرارات بطلب جوه لجنة لسعته داخل البرلمان العراق مجلس النواب العراقي خكمة قرارات خيصي استهداف سوراي خاصية ودا استهداف سوراي آني قرارات شقلي أربع محاور محور قماية ومحور تثقيفي دا ناشي كله نمول فيه قبول الآخر قبول آوخنا يعني ناشط قابل آوخنا يا سرايا قابل مسلمانة مسلمانة قابل سرايا وقابل ثقافته يعني مراقبة المنابر الدينية والاجتماعية هذا من ديانة يعني حتى تحصل إشاعة جو محبة وتسامح وقبول الآخر من دي تري هو موضوع دراسة دخ أوذي أمن دا سراي مناطق المدن دمدينا ترابه ومناطق دشت النينوى ودشت النينوى خصوصا فهذا موضوع مهم وش قلنا قرارات بقاوح موضوع الاطلاع او القضاء على البطاله قضايا البطاله وتعيينات خريجين كليه يعني خلصوا مدارس دتي خلصوا كليات وتلن الفايد خريجين طبعا مناطق جديدة وبسوراي لينا يعني مشغلي شولة عادي يعني لا باختصاصات دت مهندسين أطباء صيادلة محامين كل يعني لتشولة فهذا هو طلب تخازخ بيشي معين بدولة أو تخازخ شولة لمشغلي بقاوة كذلك اتلن موضوع تخند أربع و تسهيل مهمة نقل طلاب وموظفين دينا قبلخي دوائر حكومة بمناطق دينا شخينة يعني مستهدفة جو بغداد جو موصل بمناطق خينة تسهيل مهمة نقلها إلى دكواثة مثواثة مديناثة دت أو مثواثة دت أو من دكواثة قريو الأني فهذه مسألة حيلة يعني صعبة ياوة عزقتها ياوة لأن كبيرة اتلن أخني كديتو سراي يعني فلاخنا وسراي ات كاجب علم فخريجين رابنا وعدد من يانا دتهم رابيلة بس يعني أي خاء من مقرراتي ود أي لجنة وإثوى أدور داني مفصولين اليوم مفصولين من الخدمة بسبب التهديدات السابقة بطلها حيلة من موظفين إثوى تهديدات غدلها ببغداد وبموصل وبدكواتها خنة فبطلوا لهم خدمة فطلب خم توصيات إيوى أدورها خرتنق للخدمة أنا دينا بليطة من تري ألبو طلا وولدها سوراي داري الخدمة هذا
مقرر أو توصية طلتي ودا أي جمعته الأربع وتوصية بتكملة كمولد أبولة التجاوزات دي وحصيل المتواتن والأرآتن بإقليم كردستان وبسهل نينوى تشتد نينوى فهذا أم توصية يا وخرتة من هذا هذا تجمع دي بريلي دو دميرا آني توصيات وآني من ديانك حويلها هذه مذكرة وأي مذكرة بيشة شدرت هذا رشاند عراق وإنك عين لا إتلن هيوي وإتلن أمل أنه تتحصل موافقة إلاح طبعا دعم خو أخته ودعم دنا شديدا كله ودعم هذا خويا هذا تحصل له لأن خويا هذا كيولا قوة دائما فدها بشليبا حاكخ بشليبا طلبخ بشليبا دو أذخ كل من دي أخني يوخ بطلابة حقوثا بس ليوخ بطلابة بشحيلا حقوثا تأكيد ثمن ديانة خن ماذا خيصي أي موضوع دم حكي لي اللي احتجاوزات وموضوع لأن أخني ليوخ بزداء بس بخلويد عراق من ناشديا وإنما يغبز داء أنه تخسرخ أرآثا لأن إيث طمع بأرآثا بطرق وبأرخاثة جيل فأني من ديانة يغبز داء ليه لأن ناشا أن فقد لأرئح حتى أن كاوز ما دقاوذ ومدر ناشدي دح إيكا مدرهن سيرة أطرح فأي موضوع دعراثة وخن مواضيع خنواثي آخر أنها بد تمليخه يعني دخ يخبز داء من دخ خسرخ أرآثا بدشت دننون هاوته بسيما